السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة متجر ليلى. المحل اللي غنمشيو ليه اليوم سبق لينا ومشينا ليه، محل اللي كان دار الفيديو ديالو بوم، ماشي غير في مراكش وماشي غير في المغرب، حتى خارج المغرب كل شيء جا تقدم من عنده، كل شيء تهمز من هذا المحل. المحل ديال الاخ سفيان مول الذهب اللي كاين في المسيرة في قصرية الصفا، أثمنة اللي تيدير مشهور بها الأخ سفيان، وزاد شهر من اللي درنا ليه الفيديو كل شي عرفه. أثمنة جد مناسبة، والهمزة اللي جاب لكم اليوم أحسن من اللي فات. هاد المرة يا لالا ومولاتي غتاخدي براسلي وسنيسلة بجوجهم 1000 درهم، 500 درهم الوحدة، وبجوجهم ذهب قيراط 18. مرحبا بكم في حلقة جديدة والسلام عليكم. لا يخطيك، مبروك عليك سلسلة ديال الذهب مع متجر ليلى وريان دي بيجو. وباش يتقداو من عنده، واللي قال لي من طرف متجر ليلى وعجبك هاد لونسومبل غيبقى ليك لالا غير ب 1000 درهم. السلسلة غتحسب ليك ب 500 درهم، والغورمي حتى هو ب 500 درهم. ونعود نذكركم التوصيل جميع المدن المغربية، عجبك أي موديل وقفي لفيديو ودير سكرين وصفتي السوفيان في النمرة اللي مكتوبة باللون الأصفر، التوصيل بالمجانة للا، يوصلك أي موديل بغيتي فابور حتى البغدار. الله هانتو ماد مونسون بالهدرة فيه بخموصي واعرة بزاف بزاف. هنا تاني كاين الموديلات خرين، دوزوا معي واحد اللمحة بعويناتكم، واللي مازال بغات تشوف الموديلات صيفط لسوفيان في الواتساب ويدوز لها ان شاء الله. موديل واعر بزاف بزاف، والزويقه تختلف، هذيك فيها الفوم، هذيك عاوتاني فيها واحد اللعيبات اخرين. هادو ناقص لكم فيهم سفيان 400 درهم المتتبعين متجر ليلى. تبين فيهم اربعه، فيهم الصفر عندك باش تعرف الصفر الاحمر، كاين الصفر الاحمر. ممكن هادي نبالا بهاد الوينيت، نبالا شحال تخيله تبارك الله. اللي كيبغي داكشي بلجي حتى هي فيها القياسات، قياسات. بالنسبه للغورميطات كاين على هاد الشكل هادو، مش حاجه زوينه. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناتي، قناه ميزه توليسون، قناه متجر ليلى. الى اول مره كتشوف القناه مرحبا بك معنا في العائله، وما تنساش تخلي لنا اكيد الاشتراك ديالك وفعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالنا والعائله ديالنا تكبر، وبارطاجيو الفيديو مع العائله مع الصحاب مع الحباب باش كلشي ان شاء الله يدخل عندنا القناه والقناه تكبر، وحتى صحاب المحلات هما يزيدوا يطيحوا لكم في الاثمنه، ونزيد نقلب لكم على محلات واعرين بزاف دايرين دي بروموسيون اللي فنين. حلقه جديده اللي كلشي كيتسناو، بزاف البنات كيتواصلوا معايا في الواتساب وفي التعليق، ليلى واش مازال ما غادياش المحل ديال رياض دي بيجو ديال الاخ سفيان اللي كيبيع الذهب واللي معروف بالاثمنه الروعه في الذهب. لا فيديو اللي كان فات عجبكم بزاف بزاف، وقلتوا لنا الصراحه زعمتينا بزاف علينا باش ناخذوا الذهب، كانوا عندنا الفلوس ما عرفناش اش نديروا بهم، ومع الاخ سفيان زاد زعمنا باش نتقداو مع الثمن اللي داير رخيص كما قلت لكم، ارخص منتف في مراكش عنده اثمنه روعه. هنايا ابتداء من 150 درهم غتاخذي لالا الذهب ديالك، واليوم غتكون واحد المفاجاه اخرى اللي هي السحب ديال القرعه اللي كلشي كيتسناها. الناس اللي كانوا تقداو في الحلقه اللي فات درنا لهم واحد القرعه، جاب قيدو سميتهم كنيتهم نمره التليفون، واليوم غنديروا السحب. اول فائزه غتربح معنا السلسله ديال الذهب، ثاني فائزه غتربح معنا طوينكات تاع الذهب، وثالث فائزه غتربح معنا ان شاء الله تفصيله ديال الجلابه. دابا غندخلوا نشوفوا الاخ سفيان ويعطينا النعت ديال المحل ديالو اكيد، ونشوفوا القرعه ونشوفوا المنتجات. السلام عليكم خويا سفيان، اش اخبارك؟ كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك، مرحبا بالمتابعين ديالك. الله يبارك فيك، راه قلت لك ماشي اخر مره ان شاء الله غنجي عندك. الله جاو الناس من يوتيوب وكانوا عندي اخبار كبيره. الحمد لله تبارك الله، حتى انت يشكرك في التعاليق قالوا لي الله يعطيه الصحه. الناس راه كيصوموا، راه الناس تيصوموا دابا هنا وهنا وهنا، قالوا لك بلي اثمنه عندك واعرين بزاف. وخشي ليلى، وهنا اثمنه مناسبه، وهنا ان شاء الله كل شيء قلناه في الفيديو اللي فات
كلشي بزدير هادشي اللي بغينا الهلاي خطاك. الناس اكيد قدام معنا في القناه عارفين المحل ديالك، ولكن الناس اللي اول مره دخلوا معنا القناه ما فيها باش نعاودوا نعطيهم الناس. بالنسبه للمحل ديالنا كاين هنا في قصريه الصفا المسيره واحد احباس. المهم اللي جاي من جهه كوسموس كاين الرومبات كبيره اللي معروفه في الاحباس. كاين تزيد واحد تقريبا ميم بوا 500 متر تتلقى انوي انوي حدا قصريه. المحل ديالنا رقم 11 رياض دي بيجو، راه معروف رياض دي بيجو رقم 11 قصريه الصفا. ما عندكم فين تلفوا الاحباس مراكش، ما عندكم فين تلفوا زائد غنخلي لكم الارقام ديالو ان شاء الله هنايا في مكتوبين باللون الاصفر. اللي بغاو يتواصلوا معاه ان شاء الله راه غادي يزيد ينعت لهم. والتوصيل لجميع المدن المغربيه اكيد. مرحبا، التوصيل لجميع المدن المغربيه وان شاء الله دابا نتفقوا على عندكم بالمجان، واخا كاع يعني اثمنه مناسبه وهذا نديرها بالمجان باش نشجعوا الناس الموديل الاخرى باش ياخذوا بعدنا ان شاء الله بحول الله. كيما سمعتوا التوصيل بالمجان، عجبك اي موديل ان شاء الله في هذا الفيديو غادي توقفي ودير واحد سكرين وتصيفتي لسفيان في الواتساب او للباج انستغرام تاعي اللي غنخليها لكم في صندوق الوصف اللي سميتها حتى هي رياض دي بيجو. رياض دي بيجو وغتلقاو حتى في الباج تا هو بزاف د الموديلات عنده. اللي عجبها اي موديل تصيفط لي تقول لها ماما تروح قناه الجرين اللي بغات تستفدي من الاثمنه اللي ذكرنا اليوم في الفيديو. ما نطولوش عليهم وشتي ليا القرعه ياك ان شاء الله يكونوا محطنا ان شاء الله بيحاول لها كلشي بغى يربح ان شاء الله. نتمنوا الخير للفائزات وحتى اللي ما ربحوش ان شاء الله مازال قرعات جداد وبزاف ديال المفاجات. سلسله ديال الذهب، اول فائزه، ثاني فائزه طوينغ تاع الذهب، وثالث فائزه تفصيله، وها هما الوريقات. يلا دابا غادي نبداو ان شاء الله باش نتصلوا بالفائزات. ولكن قانون المسابقه هو اننا الا سحبنا واتصلنا بالسيده ثلاثه المرات وما جاوباتش راه كيتلغى كنعزو ورقه اخرى. الا عزينا شي وحده وصلنا عليها وما جاوباتش وسمعات سميتها في الفيديو وتجي عند سفيان تقول لي لا عزيتوني انا الاولى ما جاوبتيش غنعزو وحده اخرى ان شاء الله بحول الله. من بعد ما قلنا القانون ديال القرعه دابا ان شاء الله غنديروا السحب قدامكم. ها هما الوريقات، بسم الله غنبنيين ما كنشوفوا حتى شي حاجه. جميله البكري دابا ان شاء الله غنتصلوا بجميله ومبروك عليك السلسله ديال الذهب. دابا غنتصلوا بها ونشوفوا واش غتجاوب ولا لا. جاوبي يا جميلة، السلسلة تاع الذهب تفلتيها. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي جميلة بكري ياك؟ أييه حبيبتي. لاباس بخير؟ والله يطولي عمرك أحبيبتي بارك الله فيك. الحمد لله. أش من مدينة؟ مراكش. معك قناة متجر ليلى، بغيت غير نفرحك. لا لا يخطيك حبيبتي. لاباس حبيبتي، كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. واتصلت بك بغيت نفرحك. لا لا يخطيك، مبروك عليك السلسلة ديال الذهب مع متجر ليلى ورياض دي بيجو. مبروك عليك حبيبتي، دوزي في اقرب وقت ان شاء الله باش تسلمي الكادو ديالك وشي دعيوه مع رياض دي بيجو مع متجر ليلى. لا يخطيك حبيبتي. دابا ان شاء الله غنديرو ثاني سحب. الاخت دنيا، دابا ان شاء الله غنتصلوا بالاخت دنيا. السلام عليكم اختي دنيا، صافا بخير؟ الامور هانيه الحمد لله. مع قناه متجر ليلى، كل شيء بخير. بغيت غير نفرحك نقول لك راك انت الفائزه الثانيه مع رياض دي بيجو ومتجر ليلى بطوينكات ديال الدم. اييه مرحبا حبيبتي. انت هي مراكش؟ لا ما كاينش مراكش، انا في الرماني. فين كاين الرماني؟ ولكن راه في الوليد اكسبوسلا. صافي صافي ان شاء الله، قولي للوالده ان شاء الله. اييه قولي لها ان شاء الله دوز باش تاخذ الطوينكات ديال الدم. امتى؟ في اقرب وقت
تقسم ما بغات ان شاء الله غير تجيب السميه والكليه ديالك الاخ صوفيا ان شاء الله ويسلمها الطوينغات تقول لي انا ثاني فائزه يلا الله يستر معاك مبروك حبيبتي بسلامة عليك الله يعاونك سلامة غنديروا ان شاء الله ثالث فائزه اللي غنديروا ليها السحب اللي غتفوز معنا بالتفصيله كوثر رياضي اخت كوثر رياضي غنتصلوا بها اول محاوله ان شاء الله نشوفوا واش غتجاوب ولا لا جاوبها كوثر الو السلام عليكم اختي كوثر صافا بخير الحمد لله الله يبارك فيك اش من مدينه مراكش معك ليلى قناه متجر ليلى لا بس الله يحفظك بغيت نفرحك نقول لك مع رياض دي بيجو راك ربحتي انت الثالث فائزه ربحتي التفصيلات ديال الجلابه دوزي ليها ان شاء الله وقت ما يسر لك دوزي ليها ان شاء الله وخذيها من عندها يلا نهارك مبروك الله يسر لك حبيبتي الله يعاونك بسلامة مبروك للفائزات مبروك الاخوات كاملين اللي فازوا والعقوبه ان شاء الله البنات الاخرين حتى هما اللي معنا في القناه في المسابقات اللي جايين ومازال الخير خويا صوفيا دابا ان شاء الله هذيك تاهي سيكا كوثر غادي تنزلهم ان شاء الله كيجيو الامانه ديالهم خويا صوفيا قبل ما نبداو ان شاء الله نعرضوا لهم المنتوجات بتقولي بعدا بزاف الناس تسالوا قالوا اش من نوع ديال الذهب اللي عندك اش من قيراط القيراط تاع الذهب اللي كاين في المغرب كله هو 18 كاره ايوا تيختلفوا على الانسان اللي تياخذ من المعمل وعلى الانسان اللي تياخذ من كيقولوا الفورنيسور تيجيبوا له حتى مراكش زاد عليه واحد القيمه شويه تتزاد اييه حنا ناخذوا من المعمل باش تحنا وتناخذوا الكونتيتي في السلعه أيه. باش تحنا بثمن مناسب اما هو راه 18 كاره يعني راه الانسان اي واحد خد اي حاجه راه يعيرها ويقلبها أيه. ولا كانت شي حاجه واصلا التوصيل راه تنديروا الروسي ديالنا فيه الاسم ديالنا فيه المحل فيه كلشي حيتاش علاش طرقت لكم لهاد النقطه بزاف الناس في الفيديو اللي فات تيتسالوا علاش عنده الذهب رخيص علاش هو كما سمعتوا كيتقدى بالجمله ماشي بحال لا فرنا ليك شي واحد اخر ونزيدكم عائله الاخ سفيان راه هيبيه راه معروفين في مدينه مراكش داكشي علاش دايرين اثمنه روعه بالنسبه اختي ليلى الاثمنه باش نديروا اثمن مناسبه كناخذوا بعض الثمن رخيص وتربحوا يعني تنشوف غير الكونتيتي لان فاش تبيع الكونتيتي ماشي تبيع بياسه وحده يعني هادشي تنلعبوا حنا على واحد العدد يتباع الله يعطيك الصحه كما سمعتوا هذا هو السر علاش الذهب عنده نقص راه الذهب كما سمعتوا العيار اللي كاين عند الذهبيه كاملين اللي بغات تجي تقدا مرحبا تقدي مع عند اختي وخرجي عند الذهبيه فرقولي لي عاد شوف لي هادشي واش هو هذاك ولا ما لا ما لقيتيش مزيان رديه لسفيان يعني واصلا هو كيعطيك الروسي كلشي اي حاجه والكليان ديالنا الحمد لله راه في المغرب كله راه معروفين الحمد لله ماشي اول مره نبيعوا ولا راه تقريبا عندنا انا 10 سنين في الحرفه يعني والوالدين ديالي حتى هما 30 عام يعني تبارك الله العائله كلها يعني ذهبيه ماشي الله يعطيك الصحه وكما قلت لكم الاثمنه هنا باديه من 150 درهم غتقدي لي بياس ديال الذهب كاينين كورميطات كاين داكشي واعر كملوا لا فيديو حتى الاخر ولكن غنوريكم دابا واحد الحاجه اللي عجبتكم بزاف في الفيديو اللي فات وكانت سالات مع سفيان وها هو رجع لكم من جديد اللي هي سنيسلات سنيسلات اش سميتهم ليا في الحلقه اللي فاتت هادو بالنسبه لهادو سنيسلات تاع الزريزرات كاين فيهم انواع فيهم هاد الدويورات فيهم النجيمه فيهم النجيمات فيهم الخميسه فيهم هاد البابيون فيهم هاد الساروت والقفل هادو شي حاجه اللي زوينه تلبسها ديما وزناهم الكورميطات ديالهم اي سلسله فيها الكورميطه ديالها دابا هادي اللي فيها هاد الدويورات هكا كاينين الكورميطات ديالها هادي اللي فيها خميسه تاع الكورميطه ديالها هما هادو نيت هما هادو اختي حنا عطينا لكم هنا غير الشونتيو البنات صوبوا لا كاليتي باش كتفرجوا باش يبان لكم هذا الشيء بوضوح هانتوما هذه خميسه وهذا راه الكورميت ديالها هذه سنيس لا سمحوا لي هانتوما ها هو الكورميت البنات تيجي خفيف وزوين وهذه السنيسله ديالها حتى هي اللي كتجي خفيفه هذا الموديل تيطلبوه الشابات بزاف كلشي دابا كاع البنات يلبسوا هذه الموديلات هادو اللي صراحه شي حاجه راقيه ومسيه ديما وبالنسبه للسلسله واحد القضيه راه السلسله صحيحه بالنسبه للسلسله ديالها ولا هاد لي بلاك هادو صحاح شي حاجه اللي غتلبسها ديما ولا تقطعات نعطيك كارانتي تاع عام لبسيها تقطعات وقعت شي حاجه تجيبيها ليا تاخذي فلوسك الله يعطيك الصحه كيما شفتوا هادو راه فيهم كارانتي ديال عام لا تقطعات ليك رجعيها لسفيان دابا وصلنا للثمن شحال الثمن ديالو لالا الاخت ليلى تطلبني قالت لي باش ندير الثمن رخيص شويه باش كلشي يلبس حنا هادو خليناهم ب 600 درهم 600 اللي خدا بجوج
600 1200 درهم. كيما هادو بشحال كانوا تيتباعوا اصلا بالاصل؟ هادو 750، هذه كانت ب 700. كيما سمعتوا هذه كانت ب 750 وهذه كانت ب 700، ولكن دابا اللي جا من طرف قناه متجر ليلى غيبقى لك لالا هذا الموديل هذا غيب 1200 درهم، بحال 600 سلسله و 600 اللي بغى السلسله بوحدها تبقى لي ب 700 درهم. السلسله بوحدها اللي بغى السلسله بوحدها كتبقى لي ب 700 درهم، ولكن الا خديتيهم بجوج هي والكورمي تاعها كيتحسبوا لك ب 1200 درهم، بحال هذه ناقصه فيها 100 درهم والغورمين تيتنقص لك فيها 100 درهم. ولكن كاينه واحد المفاجاه اخرى للمتتبعين تاع قناه متجر ليلى، ثلاثه الاولين غادي تحسب لهم 500 درهم اللي صراحه راه كادو، هذا ماشي يعني ماشي يعني تستاهلوا كل خير، لان المتابعين تاع ليلى حتى هما يعني يستاهلوا اي حاجه. لا يخطيك، حنا فكرنا باش نعاودوا نديروا قنبلة، ولكن قلنا علاش ما نجيبوش فكره جديده او نعطيو هكا هديه للمتتبعين في متجر ليلى، ثلاثه الاولين اللي غيسبقوا لعند رياض دي بيجو باش يتقداو عنده، واللي قال ليه من طرف متجر ليلى وعجبك هاد لونسومبل غيبقى ليك لالا غير ب 1000 درهم، السلسله غتحسب ليك ب 500 درهم، والغورمي حتى هو ب 500 درهم. نعاود نذكركم غير ثلاثه الاولين اللي سبق ياخذ، والاخر ما غيبقاش حقو الا جيتي انت الرابعه والخامسه راه تقداي ب 600 ان شاء الله بحول الله. دابا ندوزو لثاني موديل اللي حتى هو لويزا اللي طلبها، لويزا اللي كلشي الناس يسولوا عليها، واعر شي حاجه رائعه وزوينه، والسلسله حتى هي نفس السلسله باش نخدمو شي حاجه اللي صحيحه وزوينه. اللي السلسله دايره كانت ب 800 درهم غادي يردها المتابعين تاع ليلى ب 700 درهم، والكورميطا كانت ب 700 درهم غادي يردها ب 650 درهم. خويا سفيان هاد لونسومبل هذا ديال لويزا شحال غيبقى للمتتبعين تاع متجر ليلى؟ كان ب 1500 درهم غادي يردو ب 1250 درهم. شحال فيه ناقص شحال؟ 250 درهم. كما سمعتوا هاد لونسومبل هذا سنيسله مع الكورميط ديالها ديال لويزا اللي كانوا ب 1500 درهم، اللي جا من طرف القناه غيبقى ليه الموديل بشحال 1250 درهم فقط. وسارعوا في اقرب وقت وهاوما عاوتاني شوفوا معايا. دابا غنتحولوا معكم لحاجه اخرى، دابا غنوريكم موديلات اخرين ديال سنيسلات، اكيد كاع هادشي اللي غتشوفوا معنا في الفيديو اليوم الا في تخفيض للمتتبعين متجر ليلى، الا ما لقيتوش ناقصه 100 درهم كتلقاو حتى 200 درهم 300 درهم، غتشوفوا منتوجات اخرين فيهم ناقص كثار ان شاء الله. هنا كاينين بزاف التشكيلات تاع اخويا سفيان، نبداو باول موديل اللي هو هذا تاع دوبل اللي صراحه مطلوبين، اللي سلسله دوبل اللي هما هادو، هما هادو مشكلة تاولهم اللي دايرين كانوا 1100 درهم رديناهم ب 950 درهم. كما سمعتوا هذا الموديل هذا اللي كان 1100 درهم دابا ب 950 درهم اللي جا من طرف متجر ليلى. مرحبا، تجي سلسله فوق سلسله هذه. السلسله ديالهم ماشي بحال بسجوج. بحال بسجوج، هذا شكل رائع. وهذو الشكيلات تاعهم الاخرين؟ هما فيهم النجيمات وفيهم الفراشات. فراشه. وخميسه كيف شفتوا راه خميسه ونجيم ودورات راه هذوك راه شفتوا. تبارك الله، شوفوا معايا كيجيو رائعين في اللبسه وكيجيو راقيين، وراه البنات ماشي رقاق بزاف، راهم غلاط كيبانوا تبارك الله، وتا هاد الزريزرات هادو تا هما قال لك الاخ سفيان راه ما تيتقطعوا ما تيتقطعوش. لا شي حاجه صحيحه وزوينه، نضها انت باش تعرفي انها واقفه. أيه. تقلبها هكا ما تتغش شي حاجه اللي صحيحه. نعاودو نذكرهم بالثمن، كانوا ب 1100 درهم رديناهم ب 950 درهم. 950 درهم هادو دازو. كاين هذا الموديل هذا حتى هو هذا تاع اللوينات اللي هو طوندونس دابا في السوق اللي بلوبين. اييه كيبسوا البنات، هذو تاع شكل واحد كل حاجه بوحدها باش ما نقولوش دوبل، هذه كل واحده بوحدها باش يشوفوا. هذه بالنسبه للثمن ديالها كان 900 درهم رديناها ب 800 درهم، ثمن مناسب وشي حاجه اللي زوينه. كما سمعتوا هذا الموديل كان 900 درهم ودابا اللي جا من طرف القناه غيبقى ليه ان شاء الله ب 800 درهم، وراه فيه الحجرات بحال هكا في اللبينات، وموديل زبوبل حتى هو وراه راقي للشابات. ندوزو الموديل الاخر هو هذا راه شفتوه في الفيديو اللي فات تبارك الله، تيبان راه كثر منهم هذوك فيهم الكونتيتي. هذا فيه الدوبل حتى هو دوبل؟ لا هذا فيه وحده، هي وحده ولكن فيه كل شكل انت شوفوا فيهم لي بول الاكثر تيقارنوا الناس، حيت كاين شي اشكالات اخرى ما فيهمش لي بول، هادو فيهم لي بول، كانوا ب 900 درهم رديناهم ب 800 درهم. هادو كانوا ب 900 درهم غيبقاو لكم ان شاء الله دابا ب 800 درهم. شوفوا الموديل كيجي راقي بزاف، كاين هذه الدياموندا، كاين هاد الدورات هادي، وكاين هادي تاع شانيل. اييه وكاين هاد الشكيلات هادي، راه شي حاجه زوينه راقيه. والناس تاع الموديل الاخرين عجبكم اي موديل وقفوا لا فيديو وديروا سكرين وصيفطوا لسفيان في النمره اللي مكتوبه هنايا، راه في توصيل جميع الموديل المغربيه بالمجان. ندوزو ان شاء الله ثاني لشي حاجه اخرى. شكيلات لي شي حاجه رائعه زوينه، هما دوبل. هاد الموديل سميتو نجيمه، هادو فيهم نجيمات
المهم هادو دوبل وحده فوق وحده. هادو دوبل هانتوما هاد الموديل هذا راه دوبل بحال هاد الشكل هذا تتجي بحال لابسه جوج سنيسلات. موديل رائع بزاف. هذا شحال الثمن ديالو سوفيا؟ شحال كانوا وشحال غيبقى؟ هادو كانوا ب 1400 درهم رديناهم ب 1200 درهم. هادو كانوا ب 1400 غيبقاو لكم ب 1200 درهم ان شاء الله بحول في ناقصه فيهم 200 درهم. ناقصه فيهم 200 درهم. هما ولا هاد الشكيلات اخرين هما الموديلات فيهم هذا نفس الثمن 1200 درهم. هذا الموديل كيبقى لكم ب 1200 درهم. شوفوا شحال راقي هذا الموديل هذا فن. ناقصه فيه حتى هو 100 درهم 200 درهم عفوا للمتتبعين تاع متجر ليلى. ندوز لحاجه اخرى ندوزو المشارجي ثاني شويه. حنا غاديين دابا معكم بالتدريج. هادو طوب واعرين بزاف بزاف موديلين السك موديل. شوفوا معايا لا كاينين شكيلات راقيين بزاف. نوريهم هادي كاينه هادي هادي راه كل وحده بوحده. المهم كاين هادي الفيلم هذا مطلوب هذا. كاين هذا الشكل هذا كاين هاد الدياموندات هاد الشكل هذا ولا الدياموندا. اييه وهادي اللي فوق هادي 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 غافوميتي هادي الموديل تاع غافوميتي. اييه سامبل كاين فيه هادي فيه الكورمي تاع هما ديالهم وبالنسبه لهادو راه كلهم فيهم الكورمي تاع ديالهم. صافي نذكرهم بالثمن 1250 درهم. هاد الموديل غيبقى لكم ب 1250 درهم اللي كان قبل بشحال 1450. 1450 دابا ان شاء الله غنتحولوا معكم لحاجه اخرى ونبقاو في السنيسلات. كاينين موديلات اخرين بحال هادو ها هما غتشوفوهم معنا دابا بحال هاد الموديل هذا. هادو اخويا سفيان قلتي لي الثمن ديالهم كيختلف ما بين 1200 حتى 1400 درهم على حسب العبار. على حسب العبار ولان فيهم هادو لي موتيف فيهم الحجره انت اللي شفتيهم. اييه موتيف الموديلات اللي فيهم هادي لي زوينه ورائعه ليهم باش يشوفوا. شوفوا معايا هاد الموديل هذا تبارك الله راه مشارجي والثمن ديالو كيتراوح. هاد الموديلات هادو حنا غنشوفوا معنا دابا تقريبا شي اربعه الموديلات ما بين 1000 و ما بين 1200 1200 حتى 1400 درهم على حسب. شوفوا معايا هاد الموديل غزال على حساب العبار. نعاود نذكركم تيجي التوصيل لجميع المدن المغربيه وكفوا لا فيديو في اي موديل بغيتو ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي على حساب العلقه ديالهم الا كان عامر على شي حاجه راه تزاد يعني اي حاجه في هادو راه ممكن تزيد في الطول ديالها تزاد في الطول. دابا ان شاء الله غندوزو للحاجه اللي زوينه بزاف وانا عجبتني بزاف بزاف وجابها لكم سفيان هما الكورميطات. هاد الكورميطات لالا غتاخديهم الا جيتي وقلتي ليه من طرف قناه متجر ليلى غير ب 150 درهم ان شاء الله. هادو سفيان شحال كيتباعو؟ هادو تتباعو ب 250 200 اكثر الناس يبيعوهم ب 200 الا تاويتي معاها تاخديها ب 200 درهم. هادو درنا فيهم 150 باش كلشي يعني نفس هاد الكورميطات شي حاجه اللي رائعه واللون فيهم على الالوان على الاشكال. وباش عجبتني جبتي القياسات كاينين اللي صغيرين على حسب الناس اللي يديهم صغارين. شوفوا معايا الموديل غنلبسو لكم هانتوما كيجيو غزال بزاف بزاف هانتوما وفيه خميسه مدليه منو وكاينين اللوينات واعرين. هاد الحجر واش سميت تبدل لهم اللون؟ لا ما تبدلش لهم والو تيبقاو هكاك يعني حجر مزيان. كاين الكحل بحال هكا كاين هاد اللوين تا هو اللي شي حاجه رائعه. كاين هاد اللوين هذا تا هو هادو كيجيو البنات زوينين وعمليين تبقاي دايره في يديك تلبسي مع اي حاجه. كاين هاد اللي كاين تلبس ثلاثه كاع تلبس جوج تلبس واحد يعني كل شيء كيعجبو. كاين عاوتاني خضير حتى هو كاين اللي فيه ورده كاين اللي فيه خميسه كاين اللي فيه على حسب. ونعاود نذكركم الثمن كيبقى لكم الموديل غير ب 150 درهم. بالنسبه لهاد اللوينات هادو اللي عجبوك ليلى هادو الوان واعرين عجبوك هاد اللوينات. معايا هاد اللوينات هادو هانتوما شي بالو لكم لوينات واعرين بزاف. ونعاود نذكركم هاد الموديلات هادو غيبقاو لكم غير ب 150 درهم للمتتبعين تاع قناه متجر ليلى. دابا ان شاء الله غنعطيكم واحد اللمحه على الخبيتمات ديال المارياج ومن غير المارياج. وهنايا تاخدي انا لا خاتم ديال المارياج غير ابتداء من 1000 درهم. كاينين بزاف د الموديلات ما نقدرش نبين لكم شي كلشي غنعطيكم واحد اللمحه خفيفه وغنأكد بيبي ويشوفوا الشونتيه تاع 1000 درهم. انتي هذا هو اللي بحال هذا الموديل هذا ب 1000 درهم. شوفوا معايا الموديل كيف داير واعر بزاف وخفيف البنات هانتوما وغيبقى لكم ان شاء الله ب 1000 درهم. هذا بشحال كان تيتباع سفيان؟ كان 1200 درهم ربحنا ب 1000 درهم. هذا الله يخطيك هذا كان ب 1200 درهم. دابا اللي جا من طرف القناه غيبقى لي ان شاء الله ب 1000 درهم. وكاين الموديلات اخرين موديلات رائعين شي حاجه زيد الماء زيد الدقيقه سفيان هذا الشيء اللي كان هذا الشيء اللي ربحت لي اخر ما كاين الموديل الجديد دابا شي اختبار البنات
هذه كتكون هنا ولا هكا؟ هكا. هذا موديل جديد، هانتوما هذا الموديل، شوفوا معايا كيفاش يجي. واكيد على حسب العبار ديال كل واحد، ما نقدروش نبقاو تنعبروا لكم هنايا موديل اخر. حجر مربع دابا هو اللي ولا طوندونس دابا كاع اللي تيبغي الماريه شي يقول لك عطيني حجر مربع. ونعاود نشكركم على التوصيل جميع الموديل المغربيه. عجبك اي موديل وقفي لا فيديو ودير سكرين وصيفطي لسفيان في النمره اللي مكتوبه باللون الاصفر التوصيل بالمجانه لالا، يوصلك اي موديل بغيتي فابور حتى لدوك الدار. هنا ثاني كاينين شكيلات اخرين بحال هكا كاين العامر. ودوزو معايا واحد اللمحه بعينا تكون هنايا. كاين تاني هنا شي حاجه مشارجيه، حاجه زوينه هادو هما اللي خارجين دابا تاع الكلو، خاتم تاع الكلو شي حاجه زوينه ورائعه تاع الكلو. هانتوما كيما كتشوفوا على حسب الموديلات كاينين مشارجين كاينين سامبل. هنا تاني كاينين شكيلات اخرين. ياك سفيان بالنسبه للموديلات راه كثار، يعني كاين هاد تاع لي بول اللي شفت سامبل اللي رائعين اللي نقربوا للكاميرا باش الناس يشوفوا. هذا طلبوه ليك بزاف وصلوني خبر بلي تقدم الناس بزاف. هذا فان كليف دابا هو اللي طوندونس دابا، فيه سامبل وفيه الحجر. هنا ثاني هذا تاع لي بول، هذا تاع لي بول وتاع 3 دي، هذو شكيلات اللي شي حاجه زوينه. نقيس لهم هذا ديال كاين براسي ديالو، كاين حلقات وكاين السلسله ديالو. هذه بالنسبه لهذا الموديل هذا، كاين لونسومبل ديالو تاع 3 دي، كاين لونسومبل ديالو، لونسومبل تاع 3 دي اللي داير على هذا الشكل هذا اللي تا هو درنا فيه الثمن مناسب. ها هو غادي نوريه لك. هذا داير 3300 درهم. ايه لونسومبل كامل بالسلسله بالحلقات بالخاتم كامل داير 3300 درهم. شحال كان تيتباع؟ هذاك ب 4000 درهم، يعني 3900 4000 درهم باش يبيع. تبارك الله، هانتوما هاد لونسومبل هذا راه فيه بروموسيون واعره بزاف بزاف. هنا ثاني كاينين موديلات اخرين، دوزوا معايا واحد اللمحه بعويناتكم. واللي مازال بغات تشوف الموديلات صيفط لصفيا في الواتساب ويدوز لها ان شاء الله. دابا غنعطيكم واحد اللمحه خفيفه على لي زونسومبل ياك صفيا. لي زونسومبل كاينين هاد الشكل هذا، كاين هادو بحلقات وبراسي ديالهم، كاين هادو هاد الشكلات جداد، موديلات جداد، كاين تاع دورميت هذا الشكل هذا. هذا الشكل زويورين كاع موديل زوين. شوفوا معايا هذا الموديل واعر، هذا موديل جديد. موديل جديد يا سلام. شوفوا معايا هناك هذا الموديل شحال واعر بزاف بزاف. هذا سفيان تقريبا الثمن ديالو يساوي شحال؟ تقريبا غادي يكون ب 11000 درهم تقريبا. 11000 درهم، وهذا الثمن تاع متجر ليلى اولا هو يساوي اكثر؟ غادي هو اكثر دابا، هذاك 12000 درهم تقريبا تيكون، غادي يردو ب 11000 درهم. 11000 درهم للمتتبعين تاع قناه متجر ليلى، ولكن واعر. شوفوا الطوانك كبار تبارك الله، السلسلة حتى هي كبيرة، والغورميت والخاتم ها هو. وتجيو إن شاء الله ورا أي صايب لكم العبارات ديال كاع هاد لي زونسومبل حتى تشوفوا العبار. وأكيد المتتبعين في متجر ليلى راه عندهم ناقص تمام. بالنسبة لهاد لي زونسومبل هادو اللي غادي نديرو فيهم على البرومو اللي بالنسبة للمتتبعين تاع متجر ليلى، بالنسبة لهذا هادو كانوا ب 4900 درهم، غادي نردوهم ب 4500 درهم. شحال نقصتي فيهم؟ 100 درهم في لونسومبل، فيهم هاد الشكيلات هادو شي حاجة توب. شوف فيهم اختي، هادو نقص فيهم 400 درهم من المتتبعين تاع متجر ليلى. كاين هذا وهذا وهذا زوينين بزاف. انوريهم هذا في شوفوا معايا البنات، موديل واعر بزاف بزاف. والزواقة تختلف، هاديك فيها الفوم، هاديك عاوتاني فيها واحد اللعيبات اخرين. هادو ناقص لكم فيهم سفيان 400 درهم للمتتبعين متجر ليلى. حتى هذا حتى هو هذا الشكل هذا هو الشكل تاعو. هذا تيقول ميستيكا لونسومبل تاع ميستيكا، وكاين هذا تاع الدياموند، هذا شكل رائع تاعو. اييه شكل كاع زوين وشي حاجه رقيق تبارك الله. وكاين عاوتاني هادو شي حاجه ثقيله ثاني. هادو اللويز اللي هو بالنسبه للناس اللي تيعشقوا اللويز، كاين الناس الغلاظ ديالهم وكاين كاع الشكل. دابا ورينا لكم غير واحد حاجه قليله من السلع، هما راه كاين موديلات كثار. هانتوما هذا راه فن ثقيل هذا تبارك الله. شوفوا معايا الخاتم ديالو طوينكات، يا سلام. وهنا ثاني راه هادو على حسب العبارة تستجيو وتقلبوا على خاطركم. هانتوما بالنسبة لهاد الشكيل هذا شتو؟
السلسله هذيك السلسله ديالها حمراء. دابا ان شاء الله غنشوفوا معكم اخر حاجه. كما قلت لكم المحل الكبير حنا كنعتبروه غير لمحه لمحه. خويا سفيان اش موجد لينا هنايا؟ المهم كاينين براسليات على هذا الشكل هذا اللي انت شوفي، كاين الاحمر الذهب الاحمر وكاين الذهب الصفر. اش الفرق ما بين الذهب الاحمر والذهب الصفر؟ الذهب الصفر دابا يكون 18 كاره، هي دابا الذهب الصفر تيكون هكا تيخدموا الصفر تيكون عنده واحد الحين. دابا الكاره تاع الذهب كاين 24 كاره تتخلط اما بالنحاس اما بالنقره باش توصل 18 كاره. المهم حنا تنحاولوا نخلطوا دابا هذا بالنقره، هذه تخلط بالنحاس باش يوصل 18 كاره. هذا هو الفرق. وبالنسبه للدبانج كاين هادو احمرين وكاين هذا الدبليج هذا اللي اكثر ما تيبغيش الفراس لي كاين الدبليج هذا كبير هذا الشكل هذا تشوفوا معايا شكل اللي رائعه. اكيد الثمن ديالو على حسب العبار وراه كاين على حسب اللي جا رقيقه اللي جا غليظه. كسفنا شنو ثاني عندنا؟ هادو دبليج دبليج اللي فيهم اربعه فيهم الصفر. انا بعد باش تعرف الصفر الاحمر كاين الصفر الاحمر. المهم كاين هذه نباله بهاد الوينيت نباله تاعها تخيل تبارك الله اللي كيبغي داك الشيء بلجي تايفه القياسات بالنسبه للغورميطات كاين على هذا الشكل هذا مش حاجه زوينه اللي غلاض ورقه. بالنسبه جربي لما اختي لينا هذه الغورميط هذه ايه شفتيها هانتوما كيفاش دابا كيفاش زوينه تخليط هذه تبارك الله شحال هذه زوينه. وكاين هذا تاع الحصيره هذا تبارك الله تما تيعجبو الناس فيهم مشكلات كما كتشوفوا هذا الموديل قلتي هي الحصيره ياك الشكل هذا زوين فيه ثلاث موديلات فهمتي تختي لينا هذا زوين ولا رافق موديل اخر تقول لي هذا كاين تاع الكلو اللي كان كتقول ايه هذا اللي زوين. وكاين تدبيجات دايرين ديال هذا الكلو تاع الكلو كاين براسلي والكلو تا هما كاين كاختي والكلو حيت ورينا لكم في الفيديو الاخر نوريهم لك ايه وريهم ما فيها بس نفس الجداد هما كاين الخواتم ديالهم ها هما اختي ها هما راه فيهم الخواتم كنا فازين عليهم في الفيديو اللي فات وتا هما اكيد على حسب العبار هكا خويا. هنا ثاني شنو عندنا؟ عندنا دبيجات ياك. بالنسبه للدبيج كاينين اولا ندوزو للسلاسل. بالنسبه للسلاسلات كاينين هذا الشكل هذا هادو غورميطات. بالنسبه للغورميطات هادو اللي فيهم الاحمر الطوموس الصفر اللوينات غافينيتي هادو راه طبوعه فيهم شي حاجه اللي زوينه فيهم الصفر والاحمر. بالنسبه للاثمنه اي واحد بغى الثمن راه غادي تواصل معنا على الواتساب راه نعطيو الثمن ديالو على حسب العبار على حسب العبار كل حاجه. كاينين هادو تاع مشكلات اخرين كاين موديلات اكثر كاين اشكال فيهم وكاين هاو تاع اللويزا اللي صراحه هادو اللي راقيين زوينين شي حاجه اللي راقيه فيها الكلوي هادي تيقولها الكلوي هادي الكلو اللي باينه بعمر بالحجر وكاين اللويز باللويزا. ونعاود نذكركم باللي هادشي على حساب العبار وإلا عجبك أي موديل وقفي لا فيديو وصيفتي لسفيان في النمرة اللي مكتوبة بالصفر والتوصيل جميع المدن المغربية فابور. وبالنسبة اللي جا من طرف ليلى راه بالنسبة للثمن ديالو راه مغاديش يبقى الثمن اللي كنبيعو للناس غادي نتصاوبو معاهم غندير ثمن زويون تقريبا غتحيد في كل سلسلة 500 درهم. هادشي الثقيلة البنات أولا أي موديل ما شفناهش راه دائما غينقص لكم فيه دائما اللي جيت من طرف قناة مجد جميلة وكاين سميتو بحال هاد الشي راه غينقص لكم فيه حتى 500 درهم ان شاء الله. كاين هادو بالنسبة للكورميطات البلديين هادو راه معروفين هادو راه تبارك الله غادي يكون عارفينهم الناس القدام والجداد هادو اللي تيلبسو دابا الناس شي حاجة اللي زويونين وراقيين. كاين الكورميطات ديال اليد ديالهم وكاين السلاسل ديالهم هادو دابا سلاسل بالنسبة لهادو راه الكرام على حسب الكرام ديال كل حاجة والثمن ديالها تيتباعو بالكرام عندكم هو الدبالج عندك الدبالج والكورميط تتباع بالكرام. بالنسبة لهاد الشي الاخر تتباع بالبياسة الله يعطيك الصحة وتجيو ان شاء الله وقلبوا على خاطركم وشوفوا اي موديل عجبكم اي موديل. نعاود نذكركم وقفوا لا فيديو مشيو عند سفيان وغادي يبيعوا لكم بالثمن اللي ذكرنا شي حاجة ما ذكرناش الثمن ديالها غيديرها لكم على حساب العبار وراه عندكم دائما تخفيض اللي جا من طرف متجر ليلى. وإلا أول مرة كتشوف القناة ما تنساش تشترك وفعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالنا. وشكرا بزاف سفيان تهلا لي المتابعين. مرحبا أختي اللي جا من طرف كرب حاجة عند الأخ ديالي مرحبا بك أختي ليلى الله يخطيك. مرحبا ونتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة وجولة جديدة وما تنساوش ليا البارطاج عافاكم بارطاجيو مع العائلة مع الصحاب مع الأحباب وكومونتير زوين وما تنساوش ليا دخلوا قناة معاد قناتنا الثانية اللي سميتها قناة متجر وبستان معاد راه غيحط لكم حتى هما حتى هي فيها ميزات خرين ودي سولد خرين باش تضربوا هنا وهنا الميزات ان شاء الله ما تفلتوا حتى شي حاجة. والسلام عليكم.